السلام عليكم، تبارك الله عليكم. مرحبا في فيديو آخر معرفة ما معنى الأنترنا. الأنترنا هي كل ما يتعلق بالهوائيات المعلقة في الهواء، ريزو، شبكة، كما كنعرفو حنا. كتلخص هادشي هذا في الهوائيات، أي حاجة كتعلق عندك كابلي الهوائيات، من الترنا الريزو اليوزبي، كل شيء هوائي. لكن الترنا اللي كنعرفو حنا هي الترنا أنترنا ديال ثقة تبات الأرض تبات التلفاز الأرضي. هنشوفو الأنواع ديال الترنات. الترنة القديمة، وهنا كنلاحظو الترنات اللي مزيونين، يعني التيلي بيت، كاين الماركات ديال التواصل اللي حنا كنهضرو عليها هوائي. أنواع ديال الترنات، هذا الريزو اللي كيقبض الموجات الذبذبية الإذاعية. هنا هي الترنات ضد العاديين، كل ما يتعلق هذه الترنات اليو اس بي ديال الواي فاي كاملة. حنا هضرنا على الأنترنات، مي كيسمع الإنسان أنترنات، مي كيخص الأنترنات ديال تي ان تي، عاد كيعرف بان تي ان تي هادي، مي كيعرف انترنت ديال اليو اس بي هي هادي، دا هو الفرق. هادي كلشي انترنت.